أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية تسجيل حالات وفاة بحمى الضنك في عتق وميفع وعين بمحافظة شبوة، ورصدت 400 حالة إصابة في المحافظة، في الوقت الذي وجه فيه أبناء شبوة نداء استغاثة للسلطة المحلية لاتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الوباء الذي يحتاج بشكل طارئ لحملات رش وقائية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: ما خطورة عودة وباء الضنك إلى شبوة في ظل عجز السلطة المحلية عن مواجهته؟ وما هي الإمكانات المتاحة والعاجلة لمكافحة هذا الوباء؟ حمى الضنك مرة أخرى في شبوة. كان الوباء قد انتشر في المحافظة في عام 2016، إذ أودى وفق منظمة الصحة العالمية بحياة 12 شخصاً. وتحتاج شبوة إلى تدخلات وقائية عاجلة لمواجهة هذا الوباء، وهو ما جعل مواطنين يدقون ناقوس الخطر، خصوصا مع شح المخزون الدوائي في المرافق الصحية وقلة الإمكانات الطبية اللازمة لمكافحة الوباء. نشاهد هذا التقرير ونعود للنقاش مع ضيوفنا. أن تضع الحرب أوزارها في شبوة لا يعني خروج المحافظة من نفق الموت والمعاناة التي تلاحقها من وقت إلى آخر. آلة موت جديدة بدأت في حصد أرواح السكان في المحافظة التي تعاني الإهمال الرسمي، حيث تشهد انتشارا متسارعا لوباء حمى الضنك في ظل عجز مكاتب الصحة عن توفير الإمكانات الطبية اللازمة وغياب شبه تام للمنظمات الصحية التي يمكن أن تقوم بتدخلات علاجية عاجلة. مصادر طبية أكدت أن الوباء تسبب بوفاة نحو 3 أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين، وهو عدد مرشح للازدياد في ظل غياب مؤشرات تسعى لوقف انتشار المرض جراء قلة الإمكانات وضعف التجهيزات الطبية في مستشفيات المحافظة. المخاوف تزداد لدى المواطنين في شبوة، فقد قضى وباء الضنك على الكثير منهم في العام 2016، وهو ما جعلهم يوجهون نداء استغاثة للسلطة المحلية لاتخاذ إجراءات وخطط استجابة فورية وطارئة لمواجهة الوباء. وبحسب المعلومات الطبية، فإن من أسباب عودة ظهور المرض هو انتشار البعوض بعد هطول الأمطار الغزيرة في المحافظة، بالإضافة إلى أن شبوة تعيش أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، وكانت الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على شبوة قد تسببت في انهيار القطاع الصحي وتفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من شبوة مدير منظمة ضمير ناصر الخليفي. أهلا بك سيد ناصر، كيف هي الأوضاع الصحية عموما في محافظة شبوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قناة بلقيس وتطرد على هذا الموضوع. الأوضاع الصحية في محافظة شبوة كارثية بالمعنى، الحالات في ازدياد. يستقبل مستشفى عتق المستشفى دون الإمكانيات المتواضعة يوميا حالات شبه يومية لمصابين بحمى الضنك. والموضوع الذي يخوف أن هناك أطفال وصلوا أو يصلون تباعا للمستشفى في ظل عجز السلطة المحلية عن تقديم أي شيء لهؤلاء المرضى. نعم، طيب ضعنا في صورة موجزة لطبيعة عودة وباء حمى الضنك إلى شبوة، ما هي التفسيرات يعني المبررة لعودة الوباء إلى المحافظة؟ هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار وباء حمى الضنك في المحافظة. من هذه العوامل الأمطار التي هطلت على المحافظة مؤخرا، وكذلك الإهمال في بعض الحارات، وجود خزانات مكشوفة في بعض العماير قيد الإنشاء، وجود حفر ومستنقعات لا زالت يوجد فيها الماء. هناك عدة عوامل مشتركة أدت إلى انتشار هذا الوباء. أضف إلى ذلك الوعي الضعيف لدى عامة المجتمع بخطورة ترك الخزانات المكشوفة والبراميل والأوعية المكشوفة في دورات المياه أو في أسطح المنازل، وهذا هو السبب الرئيسي لانتشار البعوض الناقل للمرض، وبالتالي
أصبح الأعداد تتزايد، حيث وصل خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 400 مصاب وتقريبا 3 أو 4 حالات وفاة. الذي يخوفنا هو أن الحالات خاصة للأطفال بدأت تتزايد، والأطفال هم من الشرائح الأضعف وهم أكثر عرضة لهذا الوباء الخطير. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد ناصر الخليفي. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض دكتور عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة. أهلا بك دكتور. أخبار عن عودة حمى الضنك إلى محافظة شبوة، هل هناك استعدادات من قبل وزارة الصحة للتعامل مع مثل هكذا حالات؟ أهلا وسهلا وحياكم الله. أهلا وسهلا. بلا شك أن وزارة الصحة العامة والسكان تدرك حجم المسؤولية، ولذلك هي على تواصل مستمر مع إدارة مكتب الصحة في المحافظة. وأيضا كان الجائحة حمى الضنك سبقت أن جاءت، وكان لنا دور كبير في مواجهة حمى الضنك من خلال الكثير من الآليات التي استطعنا أن نحد من هذه الجائحة. ومع ذلك مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة سعينا معه لتجهيز فريق التدخل السريع ورصد الحالات والمناطق المتضررة، وهي مديرية عتاق ومديرية حبان وعين وعرماء ونصاب والصعيد. أيضا هناك لنا تنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحيث أنه يتم اعتماد المرحلة الثانية من برنامج مكافحة حمى الضنك الممول من المركز، وسبق أن مول المرحلة الأولى منه في العام الماضي. أيضا لوزارة الصحة العامة والسكان جهود مع منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في سرعة توفير وتوزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد، والتي تم اعتمادها من قبلهم لحوالي 15 مديرية من مديرية شبوة. أيضا نحن في وزارة الصحة العامة والسكان نطالب السلطة المحلية بالمحافظة بأن تقوم بدورها من خلال العمل مع المكاتب الأخرى في المحافظة كمكتب الأشغال وصندوق النظافة وصحة البيئة، بحيث أن هذه المكاتب تقوم بعملها وتتحمل مسؤولياتهم وتشارك بفاعلية للقضاء على هذا الوباء. نعم. طيب في سياق الحديث عن مناطق انتشار الوباء، هناك يعني تقارير تشير إلى وجوده في مديريات مثل ميفعة، هذه مديرية في الشرق، وكذلك عين في الغرب، عتق وكذلك الصعيد كما تفضلت الآن بالحديث. إذن المحافظة بشكل عام ينتشر فيها هذا الوباء، هل تتوقعون تقارير لحالات إصابة في مناطق أخرى من المحافظة سواء في الشمال أو في الجنوب؟ طبعا هناك غرف عمليات تعمل على متابعة الوضع الصحي في محافظة شبوة، وهناك أيضا حالات رصد وتقارير يوميا، وهناك جهود أيضا للمنظمات للإسهام في تحكيم هذا الوباء، وإن شاء الله نعمل قدر الإمكان على أن نحد من هذه الجائحة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عبد الرقيب. أعود إلى السيد ناصر الخليفي مدير منظمة ضمير. سيد ناصر، لأي مدى هناك تحركات تشهدونها لصد الوباء عن المحافظة بشكل عام؟ هناك وجهنا في مؤسسة ضمير نداء للمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، فأبدوا استعدادهم السريع من خلال إرسال دكتور واستشاري يوم غدا لمحافظة شبوة، سيقوم بتدريب الأطباء في المستشفى على كيفية البروتوكول العلاجي لحمى الضنك. أيضا منظمة الصحة العالمية ستقوم في الأيام القادمة بعملية الرش، لكن قبل الرش لابد من عملية توعية مجتمعية تقوم بها منظمات المجتمع المدني، وقد قمنا نحن في مؤسسة ضمير منذ أمس الجمعة بخطوات مستعجلة، وهي توزيع بروشورات توعوية على المساجد في بعد صلاة الجمعة، وأيضا تطرق خطباء الجمعة للتوعية في المساجد. وكذلك اليوم تم التوزيع في الملاعب كرة القدم للاعبين
والحاضرين. هذه عملية التوعية المجتمعية التي سنواصل حتى نصل إلى كل بيت، لأن عملية التوعية هي تقريبا 70% من للحد من هذا الوباء. هلا شرحت لنا أكثر حول هذه النقطة سيد ناصر، لماذا التوعية تحد من نسبة انتشار الوباء بنسبة 70% كما تقول؟ المجتمع إذا غطى الخزان المكشوف أو عمل على ردم الحفر أو أزال البراميل المكشوفة قتل هذا البعوض الذي يؤدي إلى انتشار المرض. لكن إذا تم الرش ولا زالت البراميل مكشوفة والخزانات مكشوفة فلن يكون هناك جدوى لعملية الرش. التوعية المجتمعية مهمة جدا، لأن التوعية المجتمعية هي التي تقضي على المرض. إذا كل بيت في محافظة شبوة أزال أي خزان مكشوف أو برميل أو أوعية مكشوفة، لأن البعوض الناجم للمرض يتربى ويترعرع في المستنقعات وفي المياه المكشوفة التي توجد في أسطح المنازل وفي دورات المياه وفي العمارات قيد الإنشاء. هذا هذا البعوض الذي يترعرع في هذه الأماكن، إذا وصل الوعي إلى كل مواطن أن البعوض يتربى في بيتك، لابد من إزالة أي وعاء أو دباب أو براميل أو خزانة مكشوفة، سيختفي هذا المرض بإذن الله تعالى. طيب أرجو تفضل بالبقاء معي مرة أخرى سيد ناصر. أعود إلى دكتور عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة. دكتور عبد الرقيب، المصادر الطبية في شبوة تتحدث عن نداء استغاثة لتوفير لاتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الوباء وعمل حملات رش وقائية. هل تواصلتم مع هذه الجهات وهل لديكم خطة لمواجهة الوباء بهذا الخصوص بما يتعلق بهذه النقاط؟ بخصوص أن الشيء العاجل وأنه هناك أيضا الآن يتواجد لدى مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة شبوة الكثير من الناموسيات، وهناك خطط جاهزة للتنفيذ في مكتب الصحة ينقصها التمويل. توجد لدى مكتب الصحة المبيدات والمرشات وخطط توعوية. يفترض على المحافظة وأن يعمل على تفعيل هذه الخطط وأيضا تمويل هذه المشاريع بحيث أنه يبدأ العمل فيها من غدا. وأيضا وزارة الصحة العامة والسكان قد ناشد أيضا خاطبت مركز الملك سلمان، وهناك سعي أيضا لمواجهة هذه الجائحة. وايضا يفترض على محافظ المحافظه، وانا اقول انه هو المسؤول الاول والمعني عن هذا المرض، بحيث انه يستطيع ان يوجه المكاتب المعنيه بمكتب الاشغال العامه وصندوق النظافه وصحه البيئه، بحيث يتحملون مسؤولياتهم والعمل مع مكتب الصحة العامة والسكان، لانه دور مكتب الصحة هو في دوره الاخير وليس الأول. ونحن أيضا نحث الجميع بما فيها وسائل الإعلام وأيضا المرشدين والإعلاميين بخلق حملة توعوية للحد من هذا المرض ومن هذه الجائحة، وإن شاء الله يكون السلامة لجميع المواطنين. أشكرك دكتور عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب مشاهدينا الكرام من ينضم إلينا الآن، دكتور صالح الحمصي منسق البرنامج الوطني لمكافحة الأوبئة أيضا من شبوة. أهلا بك دكتور صالح. دكتور، حمى الضنك دخلت شبوة في مرة سابقة ربما قبل عامين في 2006 تحديدا، تمت مكافحته أو الإعلان عن ذلك. الآن عاد هذا الوباء، ما السبب؟ شكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة، تسليط الضوء على انتشار الوضع الوبائي لحمى الضنك في محافظة شبوة. طبعا الوباء بدأ في هذه المحافظة منذ العام 2002، تكررت الجائحات الوبائية يعني في أكثر من مديرية خلال السنوات الماضية، وأسوأها كان في العام 2015 حيث فقدت محافظة شبوة أكثر من 40 فرد من أبنائها. و تكررت العملية في هذا العام، طبعا بلغت الإحصائيات يعني حتى في العام 2018
إلى حوالي 570 حالة، منها تقريبا 256 حالة مؤكدة. مديرية عتق حظيت تقريبا 117 حالة، منها حالتين وفاة. مديرية صعيد حالة وفاة أيضا، ومديرية عين الحالة الرابعة. نعم. طبعا حمى الضنك تمت الكثير من الجهود والاحتواء، ولكن للأسف المشكلة الأولى أنه مرض حمى الضنك مشكلة بيئية بامتياز. إذا توفرنا مياه نقية وصالحة للشرب ومستمرة إلى كل منزل، وغينا بنسبة كبيرة يعني انتشار مثل هذه الأوبئة. ولكن سوء الخزن وخزن المياه في مياه مكشوفة، بالإضافة إلى انتشار الأمطار والقرفانات والمستنقعات والمياه بعد مواسم الأمطار، تشكل مصادر لتوالد البعوض في غياب الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة وخطرها على المجتمع وانتقال العدوى بين أفراده. نعم. طيب الآن كيف يمكن الإسهام أو عمل تدخلات وقائية عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح؟ والله يا أخي الكريم، نحن طبعا قدمنا بلاغات إلى المحور الملاريا محافظة شبوة نهر حضرموت وإلى فرع منظمة الصحة العالمية، وتم وضع خطط لتدخل في 9 مديريات تقريبا منذ الرابع من أغسطس، ولكن للأسف الشديد لم نتلقى أي إجابات شافية يعني بي أو تمويل للقيام بالتدخل. بعد وفاة الحالة الأولى قبل العيد بيوم، والثاني العيد اليوم الثاني للعيد توفى الشخص الثاني عمره 18 عام، قمنا طبعا بجهود شخصية في قيام بحملة رش بسيطة جدا في المنازل المصابين للتخفيف من حدة البعوض وكثافته، لكي نسهم إلى حد ما في غاية بعض أفراد الأسر الذي يوجد بها مصابين. ولكن على الإطار الرسمي طبعا أو الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لم نتلق أي وعود قاطعة في تمويل أو تدخل بحملات الرش أو التفخيف وتخلص مصادر البعوض حتى هذه اللحظة. وكل ما تم القيام به يتم إلى يومنا هذا يتم بجهود شخصية بحتة ومتطوعين وبعض رجال الخير. طيب عادة كيف يتم تمويل مثل هكذا حملات؟ هل هناك مخصصات لها في موازنة السلطة المحلية، في موازنة المحافظة، أم أن هناك اعتماد على يعني إذا كانت هناك حالة طارئة يتم وقتها حجز تمويل لها؟ والله يا أخي الكريم، طبعا حمى الضنك نحن أنا منسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، تم قطع الموازنات أو النفقات التشغيلية النصف سنوية منذ العام 2013 النصف الثاني، ولم نتسلم ريال واحد لقيام بأنشطة مكافحة الملاريا. أضف إلى ذلك العبء أنه الضنك أيضا نتحملها بدون مسوق قانوني أو اعتمادات مالية للمكافحة. مكتب الصحة في المحافظة طبعا توجد له موازنة، ولكنها شحيحة جدا، 2 مليون تقريبا و400 شهريا، يعني موازنة ضعيفة جدا. ولكن فوق هذا لم يخصصوا ريال واحد أيضا مكافحة الضنك للأسف الشديد. أما السلطة المحلية يعني فلديها موارد، لكن في نفس الجانب أيضا إلى حد هذه اللحظة لم نتسلم أي قرار إيجابي أو وعد قاطع بالتمويل، رغم أنه الخطط لثمان مديريات أو 9 مديريات عفوا تم تسليمها الأخ أحمد سعيد باطير نائب مدير مكتب الصحة، وبدورة قام تسليمها إلى مكتب التخطيط لعرضها على السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات العاجلة لكي نقوم بحماية ما يمكن إنقاذه، لأنها في محافظة شبوة للأسف الشديد أصبحت تذهب لدينا غوافل من شهداء الحروب البيولوجية أن صح التعبير، لأن الحصبة أسهمت في إذهاب 18 طفل من أبناء محافظة شبوة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور صالح.
بالعودة إليك سيد ناصر الخليفي، يعني الحديث حديث الدكتور وقبل ذلك حديثك أيضا يعني يضع علامات استفهام حول أمرين. الأمر الأول هو مستوى النظافة في هذه المناطق، يعني إذا ما عادت أو مستوى عمليات التصريف الصحي بالنسبة للأمطار، مياه الأمطار كذلك ومياه السيول، هل تتواجد هذه الأمور بالشكل المضبوط أو الشكل الجيد الذي قد يقي من عودة الوباء أم لا؟ أستاذ ناصر، هناك مشكلة في التواصل مع السيد ناصر الخليفي مدير منظمة ضمير، سنحاول إعادة التواصل معه. بالعودة إليك دكتور صالح، ينبغي أن نوفر مياه نقية ومتوفرة على مدار الساعة لكي لا يقوم المواطن تخزين المياه في أواعي مكشوفة، فهذا هو الحل الرئيسي على المدى البعيد. وننصح السلطات المحلية في المحافظة أن تضع خطط استراتيجية لحلول مشكلة المياه التي هي حجر الزاوية أيضا في مكافحة الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة عبر البواب. نعم دكتور، طيب إلى الآن يعني هل يفهم من حديثك أن هناك عدم استعداد من قبل السلطة المحلية لمواجهة مثل هكذا حالات طارئة بوضع ميزانية تصرف بمجرد وصول وحدوث هذه الكوارث؟ ليس هناك صندوق لمثل هكذا أمور؟ نعم أخي الكريم، الدكتور علي حسن الأحمدي المحافظ السابق لمحافظة شبوة يعني قام بخطوة يعني سباقة على مستوى الوطن اليمني قاطبة، وأسس صندوق مكافحة الأوبئة وقام بدعمه بمليون ريال و5% من موازنات كل مكتب تنفيذي على مستوى المحافظة. تم تجميع حوالي 5 مليون، وتم في حينها القيام برش حوالي 15 ألف منزل على مستوى 9 و10 مديريات محافظة شبوة بجهود ذاتية بحتة. فأنا أتمنى أن يحذو المحافظ الراشد نفس ما حذاه الدكتور الأحمدي ويفعل هذا الصندوق لمكافحة الضنك لكي يكون التدخل بشكل عاجل. فالمثل يقول خير الزاد مع سد الفارغ، فأنا إذا لم أتدخل عند انتشار الوباء بدايته يعني سوف تكون خسائر كبيرة والجهود والموارد المالية أكبر، لكن عندما أتدخل بشكل مباشر سوف أحمي الجزء الأكبر من الناس من الإصابة أو الوفاة، وبالتالي الخسائر أيضا المادية سوف تكون قليلة. إذا أشكرك دكتور صالح الحمصي منسق البرنامج الوطني لمكافحة الأوبئة. أنا كنت سألت السيد ناصر الخليفي حول هذه النقاط لكن من أجاب عليه هو كان الدكتور صالح الحمصي، وذلك لتوضيح الأمر لكم أيها السادة المشاهدين. إذا في ختام هذه الحلقة شكرا لمتابعتكم وإنصاتكم، تقبلوا تحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة وكذا تحياتي وتحيات الطاقم الفني، إلى اللقاء.